الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. طبعا هنتكلم عن موضوع الاشترار في الحيوان. طبعا موضوع الاشترار ديت لها يعني في الحيوانات المشترة زي الأغنام والماعز والجاموس والأبقار، فدي حاجة يعني حيوانات اللي هي حلال ذبحة، يعني اللي هي المشترات عموما. طبعا الحيوان بعد ما بياكل بيفضل ياكل، مثلا حطيت انت الاكل قدامه ما حاجة اسمها ايه، بيلوش كده ياكل، وبعد ما يخلص الاكل قدامه بيروح راقد كده ونايم ويعمل عملية الاشترار دي. فعملية الاشترار دي الحيوان بعد ما بيبلع الاكل بيرجع تاني يرجعه على الفم تاني ويبدأ يعمله عملية الهضم، وبعد كده يبلعه مرة أخرى. فدي اسمها عملية الاجترار. إن شاء الله نبقى نعمل لكم عنها فيديو كامل وأعرف لكم إيه عيوبها وإيه مشكلتها. ودايما الحيوان اللي بيشتر ده أعرف إن هو صحيا كويس، يعني دايما يقول لك إيه، الحيوان ده طالما اشتر يبقى إيه، يبقى ما عندوش حاجة يعني، أو اللي اشتر ما عندوش شر. فعملية الاشترار ديت من العلامة الصحية للحيوان عموما، من علامات الصحة ان الحيوان ده بعد اشترى اعرف ان الحيوان ده ما عندوش مشاكل في الهضم ولا مشاكل ارتفاع في درجة الحرارة. طبعا لما بترفع درجة الحرارة بتوقف الاشترار دي. اول حاجة بتلاحظها على الحيوان لما تلاقي الحيوان منع الاشترار دي اعرف ان الحيوان ده فيه مشكلة، ودايما مع السخونة بتوقف عملية الاشترار دي. تعرف ازاي ان الحيوان ده سخن؟ تعرف ازاي ان الحيوان ده فيه مشكلة؟ اول حاجة المنخار بتاعه او حتة المخطم دي بتبقى دايما في الطبيعي بتبقى مندية، بتبقى عليها مية كده، يقول لك دي مندية. مندية يبقى ما فيش عندها ايه؟ ما فيش عنده سخونة. لما تلاقي المخطم ده او المنخار بتاعه ده مندي اعرف ان هو ايه؟ الحيوان ده ان شاء الله ما فيش سخونة يعني. فبرضو في حاجة تانية، انك انت لا الحيوان ما فيش مش بيشتر، الحيوان ما بيشترش اعرف ان الحيوان ده في مشكلة 100% او 80% بتبقى سخونة ان ما كانتش وكمة يعني. فالحيوان طبعا لازم زي ما قلنا ان الواحد احنا ايه تلاحظ الحيوان وتركز معاه كويس جدا عشان تعرف الحيوان بتاعك ده طبيعي ولا مش طبيعي. في حالات كتير في بهايم فريزنج كتير، وبالذات البهايم المستورد ده كمان مرات بيبقى سخن ومليان سخونه ومليان مرض وياكل ويشتر، يعني تبقى الحرارة 41 وبياكل. فدي مشكله يعني، عايزه حد كده يكون عنده خبره في في, في في التربيه عشان يقدر يعرف الحيوان ده هو مريض ولا مش مريض. فبتبقى عايزة خبرة جامدة. ان حالات كتير انا بروح اعالجها بصراحة بتبقى الحيوان بياكل ومع ذلك حرارته مرتفعة، دي في حالات شاذة يعني، بيبقى حالات المستوردة او الفريزيان. فلازم انك انت ايه تلاحظ الحيوان كويس جدا. مرات الحيوان بيجيب بول دموي بسرعة برضو انت ما تلحقش تتعامل معاه، ده بيبقى برضو عايز تركيز جامد وعايز ملاحظة. فلازم ان الواحد يخلي باله من الحاجات دي كويس قوي. لقيت الحيوان بتاعك بيشتر، لقيت الحيوان بتاعك المخطم بتاعه مندي مفيش اي مشكله فيه، اعرف ان الحيوان ده سليم صحيا. منع اشتراره ولقيت المنخار بتاعه ناشف لازم تقيس الحراره ضروري. في حاجات كتيرة ممكن تديلك لو انت لقيت الحيوان ده، احنا عارفين ان الحيوان المعظم الفرز بتاعه او الجلة بتاعته بتبقى واخد قرص كده، لو انت لقيتها عاملة زي الطوب كده او ناشفة تعرف ان برضو في مشكلة في الهضم، وارد يكون معاه سخونة وارد ما يكونش فيه سخونة. لقيت الحيوان ده اتخبط على الكرش بتاعه، لقيته منتفخ ولا في هوا كده تضرب زي الترابوكة كده تحت ايدك ولا طبيعي. في حاجات كتير جدا مرتبطة بالكرش، ان شاء الله هناخدها واحدة واحدة. مش هسيب لكم مرض بإذن الله في الطب البيطري إلا لما أعرفكم إزاي تتعاملوا معاه كويس جدا بإذن الله. يعني مش هسيب مرض إلا لما أعرفكم إزاي تتعاملوا مع المرض ده كويس، على الأقل إنك أنت تعمل إسعافات أولية لحد ما يجي لك الطبيب يعني.
فلو لقيت مثلا دخلت على الحيوان ولقيت الحيوان منتفخ جدا والكرش خلاص هتنفجر، طبعا الحيوان ده بيموت، ما يموتش من الانتفاخ بتاع الكرش، او بيموت من اسفيكسيا او الاختناق، لان الكرش طبعا الكرش بتضغط على الصدر فبتعمل بيتخنق، هو ما بيقدرش ياخد عمليه التنفس ما بتتمش بشكل طبيعي، فبيحصل عمليه الاختناق بتؤدي الى موت الحيوان. فانت لقيت الحيوان عندك منتفخ ومرمي على الارض والكرش رافعه فوق، على طول ابره كبيره كده، ابره بذل كبيره، لو ما عندكش ابره بمطوه كده رفيعه، او في حاجه اسمها التروكل والكانيولا اللي طبعا مش هتبقى موجوده عندكم في البيت، او ابره بذل كبيره، خلاص معاك سكينه اضرب الكرش بسكينه، اضربها اديها بس فتحة كده 2 سنتي 3 سنتي وسيب الحيوان يرتاح. لما يجي الدكتور بقى بيفتح وبيخيط من جوه لبره وبيتعامل هو معاها كويس، بس انت كده بتلحق الحيوان قبل ما يموت، لان الحيوان لو مات بيموت من الاختناق او الاسفكسيا اللي ما بقولك عليها دي، ما بيموتش من الانتفاخ، لان انت مش هتلحق تدي دواء شرب ولا بتاع، الحيوان اترمى على الارض ومنفوخ وهيفرجع خلاص. اضربه بسكينة او بمطوة في المكان الكرش جنب الشمال كده في المثلث، في نص المثلث عدل، واضرب السكينة بتاعتك او المطوة بتاعتك، او لو معاك ابرة بذل كبيرة او معاك حاجة اسمها التروكل والكانولا، المفروض الحاجات دي تبقى عندكم في البيت احتياط، حاجة آلة كده اسمها التروكل والكانولا، انت بتضربها وبتثبت مكانها، تفضي الهواء، تريح الحيوان لحد ما يجيلك الدكتور ويتعامل مع الحالة. طبعا اللي ما عندوش خبرة ما يتعاملش، اللي ما عندوش خبرة ما يجيش مثلا في الجنب اليمين ويروح ضرب البقرة بالمطوة ولا بالسكينة ويقول الدكتور مجدي اللي قال لي، لا احنا بنقول الجنب الشمال، الكرش على الجنب الشمال، لو ضربت في الجنب اليمين هتجيب الأمعاء وتجيب الرحم وتجيب الدنيا كلها، الجنب الشمال المثلث اللي فوق في الجنب الشمال، وإن شاء الله بشرحها لكم في مرة كده على الحيوان نفسه. فاللي ما عندوش خبرة ما يتعاملش، واللي ما عندوش قلب ما يتعاملش، انت ممكن تضرب السكينة تجيب شمال يمين تبهدل الدنيا، هي بالظبط مكان الضربة وتطلع، مجرد ما السكينة تنزل او المطوة تنزل وتروح طالعة بس، ما تحرك شمال او يمين ولا توسع، هي 2-3 سنتي بس تطلع الهواء اللي في جوه الكرشة عشان الحيوان ده يرتاح ونفسه يرتاح. تمام، زي ما قلت لكم ان شاء الله واحده واحده كده هاخد لكم كل الامراض، والناس اللي بتتكلم على الاسهالات في العجول الرضيعه هعمل لكم فيديو كامل ازاي تتعامل مع العجل الرضيع في الاسهالات، وان شاء الله هظبط لك الدنيا ومش هخلي حاجه في نفسكم باذن الله من ناحيه التربيه والتسمين والتغذيه، وان شاء الله نستفاد كلنا يعني من القناه. واحب ابشركم احنا وصلنا الحمد لله عدينا 8000 مشترك او 8000 اخ وصديق قبل ما يكونوا مشتركين في القناه، فامان عليا ان شاء الله ان انا اخدمكم بكل عنايه ان شاء الله، ونحاول نقدم لكم معلومات تستفيدوا بيها. بس زي ما قلنا يعني انا بديكم الماده العلميه، حاول انت تطبق بطريقه صح، يعني حاول تطبق بطريقه صح وتستعين بطبيب برضه، يعني ما فيش مشكله لما انت تلاقي دكتور جنبيك، بلاش الناس اللي هم العمال دول او الناس اللي هي داخله في المجال ما عندهاش خبره كافيه تتعامل. وان شاء الله انتظروا فيديوهات قويه جدا الفتره اللي جايه، ان شاء الله في تطور، وهشرح لكم ان شاء الله ازاي تتعامل وازاي تعالج وازاي تدي الحقن في طريق معين في اسعافات اوليه لحد ما يجي لك الطبيب. يعني تحياتي لكم جميعا اصدقائي الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.